السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدرة. جات لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح نحكي فيه عن الجيف اواي. اليوم جيف اواي انا ما عملت تشيك ان بالجلد تبع الشباب. اليوم راح اعمل جيف اواي للحساب تبع لك اللي ربح معنا الحساب تبع الجيف اواي الماضي. طبعا مثل ما قلت لكم، انا لما اعطي الجيف اواي باخذ حساب الشخص اللي ربح الاكونت مشان اعمل الجيف اواي بالاكونت تبعه للناس الثانيه. ممتاز جدا انه لك مفرم هدول مشان الناس اللي بدهم ياخذوا الاكونت يفرموهم. جي جي التور الجديد مو مخلصه كمان. جي جي شو هذا معلم كريم كتير انت، تارك له اللي بالاكونت 60 جيم. يلا ممتاز، اللي بياخذ الاكونت بيقدر يفرم الجيمات هدول يعمل على بان. طيب بلا ما نطول المقطع اكثر من هيك، خلينا نبلش. لاني انا هلا ما عملت الانترو. بس عم باخذ نظره سريعه عن اكونت وعن الشغلات الموارد اللي فيه، بما انه اكونت جيف اواي. فمن نايس نايس والله معرف طلع بالموارد دول. 44 جي جي. لا والله بخلي موارد. انا يعني غريب جدا، انا بستغرب لانه فعليا الناس اللي بيعطوني الاكونت بالعاده بتحسهم بفشوا خلقهم بالشغل ام الاكونت قبل ما يعطوني اياه، بفضوا كل شيء وبيعطوني الاكونت. لا والله ما شاء الله تارك تيكتات حتى، يعني صح ان هدول التيكتات زبالين بس بضلوا تيكتات. والله جي جي لك. طيب خلينا ناخذ نظره عن البي في بي. شو وضعك بالبي في بي؟ شو الرانك؟ مشان اللي بده ياخذ الحساب يعرف. يعني اعتقد هلا اللي بده ياخذ الحساب عنده برياحه 100 100 وشوي جيم. يعني حينزل باللعبة انك فيك تفرم الانفل ستيج انليمتد، اعتقد مو انليمتد من ناحية الرانز بس من ناحية الوقت، انه ما عاد بصير في عندك والله مثلا انه لا خلال ساعة بدك تفرمها، لا بصير عندك مفتوحة طول اليوم بمجرد ما تستخدم المفتاح، بس فيك تلعبها عدد معين من المرات اللي هو 12 15 وات ايفر عدد من المرات. فانت مالك محتاج ساعات تستخدم تيم كينج، تستخدم اي تيم تفرم فيه الانفلز اوتو وسلام عليكم. طيب هلا خلينا ناخذ نظره على كمال شخصيات. عندك شخصيات ري زيرو، في منهم ايميليا. خلينا نشوف شو الشخصيات اللي من الكولاب ما عندك اياهم. اوكي الكولاب الاول تبع سلايم ما بلومك لانه انا كمان ما عندي هدول شخصيتين. بس كولاب اتاك اون تايتن ما عندك ولا شخصيه. كولاب
كينج اوف فايترز ما عندك هذول التنتين، وكول اوف سترينجر ثينجز ما عملت عليه. شوف، بما انك عامل على الحب ريم فانت طالع منه، بس شوف اذا عندك ريم ولا لا. ليكا باطل عليك معلم، مطورة 3 نجوم بس باطل عليك يا حيف، بس يا حيف انت من المتابعين. بس بصراحة بشكل عام يعني الاكاونت كثري مليون سي سي، التيم اسولت موجود ناقصه زيلدرس بس، تشاندلر اعتقد موجود ولا فعم بفتي؟ تشاندلر موجود المفروض، وينو تشاندلر؟ طيب انا ما اعرف ليش دائما بضيع تشاندلر عند العالم. اساسي اني انا لازم كل ما اخذ اكاونت ليكو. اوكي 2-6 كمان، يعني تيم اسولت فعليا موجود، تيم التراش موجود، بس ما في لا والله مو موجود انه الشاب هذا واحد من التيمات، بس بنحط بدال الجوثر الاحمر. هلا الجوثر الاحمر صاير كتير منتشر بما انه الميتا هي ميتا بان، واتاكسيل فعليا شبه كاونتر لإله. للاسف شكله حظك طلع سيء يا صديقي، بس لسه عندك. اللي بياخذ الاكونت شباب ممكن يطلع جوثر الاخضر، لانه عندك 3 ملتيات لسه، حاول تجمع وتكمل 3 ملتيات على الفيفر. الفيفر كتير فيه احتمالية انه يطلع لك جوثر فيه كتير. خلينا ناخد نظرة عن الجير هلا. اول قبل ما ناخد نظرة عن الجير خليني اقول لكم شو المتطلبات لحتى تشاركوا بالجيف اواي. انا عم حاول اني ما انا بصراحة للامانة حاولت اني ما احكي شو المتطلبات باول فيديو، انه في فعليا الناس ما بيكونوا بتابعوا المحتوى، بفوتوا بس لما يشوفوا جيف اواي بفوتوا على اول شيء بيشوفوا المتطلبات اللي بحكيها اول فيديو بيمشوا. انا ما بدي اعطي الاكونت لناس ما بيتابعوني، بدي اعطيه للناس اللي بيتابعوني، بدي فيد الناس اللي بيتابعوني مثل ما هن عم يدعموني. فمشان هيك حاولت اني خلي الحكي بعد ما ورجيكم نظرة عامة عن الاكونت مشان تشوفوا انتم. طبعا الشرط الاول انك تكون مشترك معي بالقناة، وبطريقك روح اشترك بقناة الانمي، مو شرط انك تكون مشترك بقناة الانمي، بس روح شيك على المحتوى ان شاء الله بيعجبك. الشرط الثاني انك تعمل لايك على الفيديو وتكتب لي بالتعليقات تحت شو البوكس سي سي والتيم سي سي تبع الاكونت تبعك، لاني راح اخده منك مشان تكون بالصورة. اللي بياخذ الاكونت هذا راح اخذ منه الاكونت، وبالاكونت تبعه راح اعمل جيف اوي هيك لحتى يكون اخر اكونت باخده مثلا واحد هلا مبلش اللعبه. طبعا لا تحاولوا تتحربوا علي لانه معظمكم بعرفكم وبعرف شو الحسابات تبعاتكم. الشرط الثالث هو انك تكون معنا بالديسكورد، لانه بالديسكورد فعليا كل الانشطه بتصير، الاعلانات بتصير، تتواصل معي على الديسكورد بس تربح، نشر الفيديوهات بصير عن طريق الديسكورد، النقاشات، كل شيء. انا كتير في ناس قبل هيك جايين مفكرين انه انا لما اقول له على الديسكورد انه يفوت لعندي على الخاص ويسالني. انا مو فاضي طول الوقت اني اجاوب كل واحد فرد فرد انه والله شلون بعمل هي وشلون بعمل هي. انا بحاول نزل فيديوهات مشان اشرح هي الشغلات، بس بالوقت الثاني انا عندي دوام وعندي حياه خاصه وعندي قصص كتير يعني اشتغل عليها، وحاليا عم بركز على كمان محتوى للقناه الثانيه. فكتير كتير يعني ما تفكروا انه انا والله ما عم بسحب على الشخص اللي عم، بس فعلا بيجيني واحد بيسالني على الخاص مثلا كيف اختم هاي المرحله ولا كيف خلص هاي القصه. طب انا بعمل فيديوهات كتير وانت شكلك ما بتتابع الفيديوهات تبعاتي وبس جاي تسألني على الخاص. يا اما تابع الفيديو، اذا ما لقيت شيء بالفيديو في 1000 واحد تقريبا بالديسكورد. هلا الديسكورد تبعنا صار فيه بما يقارب 1000 شخص، كل هدول الاشخاص جايين من قناتي ومن قناة العباد، فاكيد حيكونوا ملمين باللعبة على الاقل، او بيعرفوا يدلوك على واحد يكون ملم باللعبة. في 979 شخص بالديسكورد، يعني 1000 تقريبا. فهنبي فيك تفوت، في عنا 7 deadly sins support، في عنا 7 deadly sins chat، فوت تسأل. يا اما بيدلوك على رابط فيديو من فيديوهاتنا، يا اما بيدلوك على الطريقة اللي بتحل فيها الازمة اللي انت عم تعاني منه. وعلى فكرة يلي موجودين بآسيا حتى الشباب تبعات الديسكورد عاملين جلد، هذا اللي انا موجود فيه بالاصل هلا، والله معرقين هدول مخلصين مهمات اليومية كلها ليك، وتشيك انات شو هاد انا الليدر يعني ولا شو؟
عرب اركينجز والله ويل بلايد يا شباب الكلان. فبس هي المتطلبات واعطوني رايكم شو رايكم بالمحتوى تبع القناه الثانيه اذا عجبكم. طيب خلينا ناخذ نظره عن الجير. شكله الجير تبعك معلم فقير. خلينا نشوف انه اوكي انت مالك تسوي يو ار نوب. طب السؤال هو ليش ما عندك يو ار كتير؟ جوثر عليه يو ار بيسك ستاتس نوت فيري باد. لا هاي باد وهي باد وهي تراش. هاي نوت باد هاي نوت باد. يعني انت فعليا جايب العيد بال اتش بي بس اتاك ديفنس على اسكانور. اوه نايس نايس بيلت وهي نايس كمان. بس ليش اتاك ديفنس على اسكانور؟ هذا بنعمل له اتاك كريت دامج. حرام عليك اتاك ديفنس. واو نايس. وهون نفس الشيء عامل اتاك ديفنس. هلا اتاك ديفنس على السولت ممكن. نايس بيرفكت تراش. نحن ما عملت يو ار لسه. بدك كتير كتير يو ار كتير. زيلدرس عامل له اتاك. ما بنعمل له اتاك زيلدرس، بنعمل له اتش بي ديفنس معظم الحالات لانه فعليا زيلدرس مو شخصية هجومية، شخصية سبورت او شخصية يوتيليتي بالتيم. بس بشكل عام يعني انت عامل جير للشخصيات اللي انت بتهمك. جلوكسينيا مو كتير تراش، ما بيستاهل تشتريها هلا صار لانه الميتا صارت عبارة عن بان. انا حاول اني اخذ لك الفريند بوينتس تبعاتك عشان ما يروحوا عليك. اشتري لك ستامينا بوشن. فبس اعتقد هدول الشغلات الرئيسية اللي لازم نشرح فيهم. ورجيتكم شو الشخصيات اللي ناقصة عنده للأكاونت، ورجيتكم شو الشخصيات اللي عنده، ورجيتكم رانكو بي في بي. في مجال معه للبوكس لسه كتير. انتوا ما تنسوا انني حاطط فيو اول. الشخصيات اللي ناقصينه عبارة عن 10 20 30 34 شخصية. يعني هذا الأكاونت بيوصل 4.5 مليون سي سي برياحة برياحة. شوف كمية الشخصيات اللي مالهم 6 ستارز وكمية الشخصيات اللي لساتهم اس اس ار. هاد ليفل 1 لساته كمان. لا 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 اكونت فيه بوتنشل لل 4 ملايين ونص برياحة بصراحة. اذا بدي انتقد شغلة بالاكونت بقول لك الجير فايد كتير بالحيط. مو لانه رولات بس انك انت ما عندك يو ار كتير. ما بعرف ليش انت ما عندك يو ار كتير. انت مبلش من زمان المفروض. انا ما بعرف ليش افترضت انك مبلش من زمان. بس قبل يعني انا فتت على اللعبة كان هذا موجود. انا عندي مستحيل يضل على الكول داون. بس اعتقد هيك هي النظرة بتكفي عن الاكاونت. وجود لك لك للاشخاص اللي رح يشاركوا. مثل ما قلت لكم اللي رح يفوز رح اخذ الاكاونت تبعه واعطيه لواحد تاني بجيفاوي تاني باذن الله. وبس اذا عجبكم الفيديو حابين تشاركوا لا تنسوا تتبعوا التعليمات. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك والاشتراك والقصص كلها هاي. أشوفكم على خير. جاني.